تمكن الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول من تسجيل هدف الريدز الأول في مرمى أستون فيلا في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاء هدف ليفربول الأول في الدقيقة 6 بعد كرة طويلة وطل لبرسون حولها عرضية ويقابلها صلاح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك. محمد صلاح يسجل الهدف السابع له في الدوري الإنجليزي، هدفه جاء عن طريق كرة ركنية لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا التي تجمع بينهما على ملعب فيلا بارك لحساب مباريات الجولة 17 من عمر منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.